هذا سائل يقول: عندنا فتاة بها مس ويقول المتنطق إنه كافر. نعم. عندنا فتاة بها مس. نعم. ويقول المتنطق المتلبس بها إنه كافر. وعندما أردنا السفر لمكة رفضت الفتاة السفر معنا وتقول إنها لا تتحمل دخول مكة، فهل نجبرها بالذهاب لمكة أو نتركها على كلامها؟ لا تجبروها على الذهاب إلى مكة، هذه مريضة، والمريض اللي ما يستطيع يذهب إلى مكة لا حرج عليه، تبقى حتى يعافيها الله ويشفيها الله مما بها. نعم.